السلام عليكم خاي مجيد، كي سمحتي بخير؟ لاباس. يعني خاي مجيد كنت غنقول لك خرج لي واحد الشهور، قلنا نمشي نطلع لطنجة نسافر، شي 3 ايام ولا شي حاجة نرجع. يعني هاديك ديال اليوم هيدا ترجع ونجي نحسن ان شاء الله. اسمح لي خاي مجيد. بخير لاباس. انا انوار جيت عندك المحل، ما لقيتكش قبل عيطت لك باش نقول لك درنا شي بلاصة. متتبعينا الكرام، اهلا وسهلا. قامت مصالح الضابطة القضائية بولاية امن طنجة تحت اشراف النيابة العامة المختصة باجراء الخبرة على الهواتف، اضافة الى كاميرات المراقبة، مع الاعتماد على نتائج التشريح. وكما سمعتم في التسجيلات الاخيرة، فكانت للشاب المرحوم انور الذي تم تسريبها من هاتف الضحية، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مأواه الجنة، ونطالب بالإعدام للقاتل وبتطبيق أقصى العقوبات في حقه.